كفايه ايه ما شاء الله الله اكبر عليها يا ريم. كنت انت معانا في حلقه قبل كده يا ريم. انت خدتي تاني البريتش اوبن. البريتش اوبن دي عامله زي بطوله العالم لان طبعا اللي بيروحها الرانكينج على مستوى العالم كله. احكي لي القصه بقى من اول ما سافرتي ورحتي ومين كان معاكي وحكايه الاصابه. لا عايزك بقى كده ايه ترجع بقى ظهرك لورا على الكرسي كده وتحكي لي بقى واحده واحده. هو طبعا قبل ما انا اسافر اصلا ب10 ايام كنت بلعب بطوله هنا ان انا يعني اشوف نفسي ابقى كويسه البطوله البريتش ولا لا. يعني بطوله اعداد ولا تصفيات؟ زي اعداد. زي اعداد تمام. فلما لعبتها انا من اول ماتش كنت انا حاسه بشد اصلا في رجليا فبدات في الخلفيه قريب ولا في الخلفيه حاولت العب على قد ما اقدر. لعبت كنت كسبانه تقريبا 7-5 حاجه كده جالي مزق في رجليا. لا اول ماتش ولا امتى؟ اول جيم. اول ماتش. اول جيم. اول جيم, أول جيم. أول جيم راحت هناك. لا قبل ما نسافر هنا قبل ما نسافر 8 ايام 9 ايام. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جالك مزق. كانت في رجلك اليمين ولا الشمال؟ لا اليمين. انت بتلعبي ايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين. يبقى ده رجل من اللي بترتكز عليها. جدا. ده هو ده الشغل كله. ما انا بالظبط ما انا بقول لك انا بعرف ايديها اليمين ولا الشمال واني رجل عشان اعرف دي الرجل اللي عليها كل الارتكازات. طيب وبعدين؟ طبعا احنا كنا متخيلين ان انا ممكن ما اسافرش اصلا عشان مش هقدر العب هناك. ما كنتش بعرف اطعن. كنت بضرب السيرف اصلا ما كنتش بعرف اطعن خالص. فطبعا كل ايام ما لعبتش خالص قبل البطوله كنت بمشي بس. يا نهار ابيض. طبعا مع علاج طبيعي بقى وكده. طب وبابا وماما عملوا ايه؟ ده كلام كان ممكن احباط غير طبيعي. صح مش كده؟ طب ولما اتكلمت مع كابتن احمد قال لك ايه؟ يعني حاولنا قال لي العبي اللي عليكي طبعا كلنا معاكي هناك. اعملي اللي عليكي بس هناك وان شاء الله ربنا يكرمك. وسافرتي وكان كابتن احمد كنت معاه. وسافر وطلعت وركبت الطياره. طب احكي لي بقى من اول ما ركبت الطياره وصلت لغايه هناك ولعبت اول ماتش مين؟ لا كلميني بقى في البطوله ده بقى قبل البطوله انت اتصابتي. وكان معروف ان انت رايحه لو يعني كسبت جيم يبقى رضا لان انت مصابه. ومجرد مشاركتك في البريتش فهو ده شرف. انما انت رايحه مش في دماغك اي نتيجه. قولي لي عملت ايه بقى ماتش ورا الثاني؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا دخلت اول ماتش كان صعب شويه لان كنت بلعب مع واحده من امريكا. فكنت طبعا انا قلقانه لان ده اول ماتش كنا لسه بحاول اتاقلم على اللعب هناك. طبعا. فلما لعبت حاولت عملت عليا وكسبت الحمد لله 3-0. كسبت اول ماتش. طب ورجلك؟